السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنلعب بلايبر رايز ولكن مع درايفرات الهايبر سفير. اختبر قدرة وفعالية دورات الهايبر سفير مع بلابل تكون ثقيلة مثل بلابل رايز. راح يا جماعة الفكرة من جد تيربو نفسه كان نفسي اختبر درايفرات لينك شوك على بلابل تيربو، وتعرفين فكرة قريب بنزلها ان هو حنخلي بلابل الرايز الاصلية من تكافتومي بقواعد هاسبو وبلابل تيربو الاصلية من تكافتومي بقواعد هاسبو. يعني يمكن يكون مقطع بكره في الليل، فاتاكد انكم تشوفوا ناس فعل جرس التنبيهات. طب هذا اول مقطع من الثمانية مقاطع اللي حنزل لكم في الليل. بالمناسبة يا جماعة رحبوا بتايجر، هو شخصية سويتوز جديدة. شخصية النمر تايجر يا جماعة هو احد اهدافي من يوم ما فتحت المتجر ان يكون عندي شخصية تمثل المتجر، وهذا هو سويناه. بالمناسبة لو حبيت تطلب رابط المتجر حيكون تحت في صندوق الوصف. كل يوم عن يوم قاعدين نطور المتجر بشكل اكبر، وترقبوا الشيء القادم حيكون شيء رهيب. يعني لسه ما عرفت عن هوية المتجر بالكامل، لسه باقي بشوية تفاصيل. كده يا جماعة كنا حولنا بلابل تكافتومي الى نسخ هايبر سفير. اول الوميه رهيب، شكله اخير حكون قوي. برق مشع والبرق الحاقد بس بقاعد الهايبر سفير. نلعب نزال نقطة البرق مشع. ابى اشوف مين اقوى، يعني اي كلاية اللي حتكون اقوى. طبعا كلنا نفس الديسك، كل الديسكات اخذناها من سويت تويز. واضح انه البرق اللي سابق ينبص. طبعا واضح البرق الحاقد هو اللي تعادل. حكم اثنين البرق خيل شجاع، خيل مره قوي. خلينا ننزل البرق القوي مين مثل انحامي حامل غصب. طب يلا تنين البارع وخيل، خلينا نشوف. تنين البارع المقطع حيصير اخير ضد باب الهبل سفير لهيب. مستحيل، ما والله كان حيفوز يا جماعه. يعني فاز على البلين، هو هاي بس يعني شيء صراحه رهيب. البلين نص عاد نفس الجوله. كيف دقيقه خلينا نجيب هذا من اليمين. قاعد نحاول نهزم اخيل يا جماعه. فاز. اوكي اللي بعد اللي بعد فاز كمان. هو صحيح انه مو قاعد يحطمهم بس قاعد يفوز. جاتني فكره، حنجيب الوميضه الاصلي اللي بقاعدته الاصليه حنلعب ضد اخيل. يلا نشوف يا جماعه لو فاز اخيل حنسوي لكم جيف اواي ثاني. طبعا الجيف اواي الاول لسه ما نزل، هو على تيك توك المتجر. اللي ما تابعني روح تابعني تحت في صندوق الوصف. مو راح تركب. هيا انا حمول. اوكي. المفروض يعني نعيد الجولة لانه ما تهم زي الناس. نعيدها يا جماعة جولة ثانية. طبعا مستحيل يعني يفوز على الميض. وبيكون خايف. سوينا له كومبو صار بلبل ايش سموه؟ سوبر. سوبر اوسكار. سوبر دوم. نرجع هابسيب لهابسيب نفس البلبل، ولكن شوفوا مين يا جماعة البلبل الالكتروني. طبعا لير ما ادري اصلية، لا لير من سويتوز من يعني من شبكة ثانية. واخيرا بلبل سويتوز يفوز. تحطم قبل ما ينزل سريع والله يا جماعة. الخارج تخيل المحارب يا جماعة هو ثالث بلبل نزل في المتجر، ولا وكمان كان سعره 25 ريال. يعني المحارب هذا نفسه هذا النسخة انا اخذتها من سويت تويز اول ما فتح المتجر. الحين متوفرة؟ لا زمان خلص. اوووو اقول لكم بلبل اصيل ب 25. حلو ميض المحارب. المحارب صراحة دول يوم ميض يقفل ملفات كل البلابل. نحن نتناغم براثن الحرام. عندك اي حد؟ ليه حلو نايس. كيف ضد؟ ديابلوس. البيرك يا جماعة البيرك قاعد تخرج حرفيا. عندي فكرة، لازم نجيب حلبة الهايبرسفير. يلا. اوكي الله بعيدة، فجبنا الحلبة شو اسمه؟ حلبة دفع قوة.
مع اول جوله حيلعب المحارب اللي صراحه كان سريع رهيب كذا والشجاع. يلا يا يعني حط لك ما عليك هذا ما حد قاعد يسقع تحت. اوكي حلو جباب الهايبرسفير في حلقه الهايبرسفير تطلع حلوه يطلع صوت كمان كانوا فضائيين. أخيل حيفوز توقعي فايز هو أخيل. طيب مين عندك بعد؟ جيب الأمير وجيب أخيل. لا لا البراثن براثن مع الجوكر الحكم البراثن الجوكر يلا ما هو برتاح طبعا لأنه ما أدري ليش لو بلعب إلا التزلجية تتزلج وتوقف تعادل فاز الاخير مين؟ براثن كمان صحيح ايش؟ المفلح اول بيرس مطلع او لا يمكن ثاني ولا ثالث الثلاثة مجينا احمد ناغم الجوكر الحكم خلونا نجرب الحين يلا دقيقة شوف شكله يلا مجنح شكله قوي والله قوي مجنح طيب شوف بخيل شكله 33 لانه ايش؟ في عنده ايش اسمه؟ اضاءتين قفلت سوق الاضاءة الاخيرة كلها قفلت. طيب شوف نلعب 33 لانه لازم نلعب 33 فهذا المجنح واخيل يا اخي البلد ما ادري كيف تحبه دائما كذا تلاقون العب فيه وافضل على باقي البلابل لانه ما يا اخي قد خسر في حياته. الزاد الثلاثي احلى يب مف ضربات تضيع يعني الزاد الثنائي كذا يروح واحد كذا يرجع واحد كذا كذا يعني ترى ما كان شايفين يده كذا 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 يروح يرجع يروح يرجع. طيب الحين تعادل ثلاثي ولا ايش؟ انا كنت قاعد اطلع عبد الرحمن وانت تنزل تريبل ايش تموت؟ تعادل بالانجليزي ايش تموت؟ تعادل بالانجليزي تعادل تريبل تعادل انا والثاني ميز كان تومي يا جماعه مو ميز فاز بيرس جنح وتميز كان تكابتني ودحين مع الجوله الحاسمه. طبعا امزح انا عارف ان الوميض اسمه طلع ما تمزح طلع ما طلع اسمه في ناس يقولوا له لوينر وفي ناس يقولوا له ايش لونجنس لونجنس يا سلام يلا براكم الدخيل اي بول نشوف قبل نلعب الدخيل نلعب الدخيل هذا فين الدخيل عندك؟ طيب شكلها حتمدد كمان جوله 3 2 1 واشيا واشيا نايس قلت لكم يا جماعه المقطع كان في بالي حلو والله العظيم بس ما ادري ايش صار حينزل ما في هو حينزل لان احنا بعد ما صورنا كذا خمس دقائق شفنا انه هو ايش يعني هو شوف شوف يعني هو يا جماعه حلو ولكنه عارفين الصوره هي اللي تجيب مشاهدات عرفت كيف؟ ممكن نحا شايفينه مو حلو بس انتم شايفينه حلو ما اني عارفه احيانا كذا اذا المقطع حلو ولا مو حلو؟ لا انت ما تكتب مو حلو عشان ما حيكتبوا كذا مو حلو متابعينكم طيب انتوا شوفوا انتوا اكتبوا تحت في الكومنتات الفكره عجبتكم دائما انتم ما شاء الله ما تقصروا قاعد تكتبوا لنا اذا ما عجبتكم قاعد تكتبوا لنا برضه انه عجبتكم ما ندري كيف ف يا اخي لا تسلكوا عشان نحن ما نسلك ايوه بالضبط لا لازم تقولون لنا الفكره حلوه ولا قولوا عادي ترى نحن ما يجي نصدم احنا نتقبل نحن بالعكس لما ننزل لما نشوف الناس تمدح نقوم شوفوا المقاطع الثانيه دائما حننزل مقاطع نكون شاكين فيها اذا كانت حلوه ولا ما حلوه ايوه بالضبط عندنا 8 مقاطع ثانيه يكون عندنا افكار دائما بس نكون شاكين هذه ممكن تعجبكم ممكن ما تعجبكم دي هذه الفكره فنقوم ننزلها مقطع ثاني يصير لو ما عجبتكم هي قدها مقطع ثاني يعني فجاء ما جاء مشاهدات مو مشكله فهذا هو يعني الهدف انه اول شيء يعجبكم ثاني شيء يجيب مشاهدات المقطع ويجيب تفاعل عشان نكبر عرفت كيف دائما المقاطع تكون اساسيه او في الصباح تكون كذا مقاطع مهمه وحلوه بس يا جماعه شكرا مشاهدي باي ستوديو اليوم انا شفتنا مع اللغه الانجليزيه دلوقتي. هذا وميضس هذا خيلس هذا باراثنيس اوكي طيب ايش تسوي فبس جبنا حلبة عشان نسوي هذا اسمه فافنير اف 5 وهذا اسمه اخيل مو اخيل اكيلس اكيلس يلا اكيلس ايه 5 4 3 2 3 لا 3 3 هذا اسمه لونجنس ال
كم يا حبيبي اللق هذه حاله مده 3 دقائق خلاص ولين خلاص يا عمي. فشكرا يا جماعه هذا الحين قاعد اسوي الصوره. لا هذا طقات معهم فنسوي كذا. لا مو كذا ايش كنسي كنسي وقف وقف انت ايش قاعد تسوي؟ لا فهمني قدامهم عشان تعرفوا يا جماعه. شوف هي حتكون كذا يا جماعه. لا مو كذا هاي الصوره لحالها. طيب انا في كذا يعني زي ما تقول. فبس يا جماعه كل اللي عندنا احلى مشكله قبل شوف الصوره كذا بشكل يعني هو صراحه ما انحلت. فاصل الاختام شكرا مشان سلاك وجاك تعجب التنبيهات ومع السلامه. في مقطع بكره ان شاء الله يا اخي مقطع دراجون بول قلت لكم عنه ما ادري متى ينزل بس ان شاء الله نقول بعد يومين.